الحليم العالي شعرير تنستغل على حاتم الخشب خشب الزيتون بالنسبة للمشاركة ديالكم في المعرض بالنسبة للمشاركة ديالي في هذا المعرض هو تشجيع بالنسبة لمادة النحت والشغال على خشب الزيتون بالخصوص اللي شهورة ديال الزيتون كناس واللي هي مادة صعبة شوية ماشي صعيبة وإنما هي شجرة مباركة وتنحاول نحافظوا عليها ونبدو لها في يعني خليوهاش نزيد هباء منثورة يعني فاش يعني باش الشجرة ما تبقاش تعطينا المنتوج ديالها وهذا ويعني باش أول ما ناخذوا ذاك العود ديالها تنمشيو نحرقوه يمشي تيتحرق الفران تناخذوه وتنحاولوا ما أمكن نقادوه ونخدموه ونعطيوه واحد نظرة فنية تنحتو عليه هو تيعطينا واحد فيه عنده واحد نظرة تشوفها سبحان الله العظيم فريدة من نوعها مقارنة مع خشب الأخر جميع الأخشاب الأخرى هذا هو المشاركة ديالي أنا فرحان بها أنايا أنني تمثل مدينة مكناس ومثل فوق الزيتون والصناعة التقليدية والفن بصفة عامة.